بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس الوفد البحريني المشارك في اجتماع اللجنة البحرينية التركية المشتركة، أقام مجلس التنمية الاقتصادية في العاصمة التركية أنقرة حفل استقبال على شرف الوفد الاقتصادي التركي، حضره وفداء البلدين بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 140 شركة تركية. هذا وأعلن سعادة السيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عن إنشاء مكتب للمجلس في تركيا ليعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين، وذلك ضمن جهود المجلس للترويج لبيئة الأعمال بمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات المباشرة. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المالية أهمية إنشاء هذا المكتب تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس التركي لتطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية واستقطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية. وأشار معاليه إلى أهمية انعقاد الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة، والذي يأتي في إطار تأكيد قيادتي البلدين على دعم مجالات التعاون المشتركة في القطاعات كافة. نفتتح مكتبنا التمثيلي في جمهورية تركيا في إسطنبول، واليوم احنا في أنقرة، يعني لسبب لقائنا لقاء تنسيقي بين الطرف البحريني والطرف التركي جمهورية تركيا، فحضورنا انتهزنا الفرصة ان يكون في استقبال لإعلان فتح مكتبنا التمثيلي. وطبعا احنا ننظر الى العلاقة القوية اللي قاعدة تنبني بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، تأتي يعني من زيارة المؤخرة اللي جراها جلالة الملك الله يحفظه إلى جمهورية تركيا، والزيارة المؤخرة أيضا اللي أداها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. فيعني اليوم احنا نحتفل بالعلاقة القوية بين الدولتين وافتتاح مكتبنا التمثيلي. هذا وأكد سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية الشقيقة أهمية انعقاد الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة لدفع علاقات البلدين في الجانب الاقتصادي وتطويرها لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. تأتي أهمية انعقاد الاجتماع السادس وهذا الريسبشن بناء على توجيهات وتحقيق طموحات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وطموحات أيضا القيادة السياسية في تركيا لحرصها على تعميق التعاون وتعزيز التعاون المشترك بينهم في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق والرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. هذه هي طموحات القيادة في البلدين، وحرص جلالة الملك على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في الاجتماع في أثناء زيارة لتركيا وأثناء زيارة الرئيس التركي أيضا للبحرين، كان حرصهم شديد بأن تكون نتائج هذه اللقاءات مثمرة. من جانبهم أكد عدد من الفعاليات الاقتصادية البحرينية الدور الذي تلعبه اللجنة البحرينية التركية المشتركة في تطوير علاقات البلدين في المجالات كافة، مشددين على الأهمية التي يكتسبها اجتماع اللجنة في أنقرة لفتح أفاق جديدة لازدهار العلاقات بين البلدين الشقيقين. طبعا اجتماع اللجنة البحرينية التركية المشتركة تنعقد بعد زيارة فخامة رئيس التركي لمملكة البحرين، واللي كانت امتداد لزيارة جلالة الملك لجمهورية تركيا شقيقة. وصراحة يعني أعتقد هالزيارتين وهاللقاءين فتح المجال كبير لنا. احنا من يوم وصلنا اليوم لقينا ترحيب جدا صراحة غير مسبوق، في اهتمام كبير جدا من القطاع الاستثماري والقطاع العقاري بالتركي للاستثمارات في البحرين وللتعاون مع البحرين. يحظى اجتماع اللجنة المشتركة من البحرين وتركيا بأهمية كبيرة من سيري جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس التركي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وكمشاركين في هذا الاجتماع الجانب البحريني كلنا نأمل نتائج مثمرة تخدم البلدين فيما فيه خير وصالح للعلاقات الاقتصادية بين البحرين وتركيا.
والله كان هي فرصة لمستثمرين الأتراك اللي يفتحون بالبحرين، هي فرصة لهم، وإحنا قابلنا أكثر من 60 شركة عندهم رغبة يبون يفتحون بالبحرين، كان يبون بس شوي تشجيع لهم، وهي فرصة عشان إنهم يستثمرون أو مدخل لهم، بوابة لأن يدخلون دول الخليج بمشاريعهم. هذا وقد أشادت مجموعة من الفعاليات الاقتصادية التركية بالزيارة التي يقوم بها الوفد البحريني للعاصمة التركية أنقرة لعقد الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة، مؤكدين أعجابهم بما تتميز به البحرين من انفتاح اقتصادي وتطور استثماري كبير يجعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية. في السنوات السابقة بعض الشركات الكبرى التركية التي نحن فيها أعضاء أخذت الكثير من المشاريع، لذا نحن نأمل أن نتوسع في المشاريع التركية في مملكة البحرين. أشعر بالفخر وأنا أقول إن أصحاب الأعمال التركية مهتمين جدا بالفرص المتاحة، خصوصا المطاعم وشركات التموين الغذائي وبعض أعمال البنى التحتية بما فيها أعمال المقاولات، جميعهم مهتمون جدا بالاستثمار في البحرين، وأنا متأكدة من أنه في القريب العاجل سيكون هناك عدد كبير من الشركات التركية في البحرين. نمتلك فرعا في البحرين منذ قرابة 16 عاما، وخلال هذه الفترة حاولنا جاهدين تقديم الأفضل لسوق البحرين واقتصاد البحرين. كلنا نعلم تطلع الجانبين للعمل يدا بيد، والبحرين معروفة كسوق مالي في المنطقة، ونسعى لتسويقها في المجالات غير المالية مثل الضيافة والتكنولوجيا والصناعة والطب، ونعلم أيضا أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البحرين وأمريكا، ونأمل لأن تكون هناك اتفاقية مماثلة بين دول الخليج بما فيها البحرين وتركيا. يمكن أن تكون البحرين بمثابة المحور أو نقطة الالتقاء لدول مجلس التعاون، فموقعها يؤهلها لأن تأخذ هذا الدور بجدارة. أنا أقضي أياماً وأسابيع وأحياناً أشهراً في البحرين، فالطعام والحياة الاجتماعية وإدارة الأعمال من البحرين سهلة جداً وميسرة.